حياكم الله أحبتي المشاهدين بهذه التغطية الخاصة والمباشرة من قناة الأيام الفضائية التي جاءت تحت عنوان السفارة تحارب منع الدعارة. أقر البرلمان العراقي يوم أمس قانون يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، وجاء هذا القانون تحت اسم مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، لكن هذا القانون أثار حفيظة الدول الأوروبية وأمريكا من خلال تغريدة السفيرة الأمريكية إلينا رومانسكي. الجزء الأخطر بهذه التغريدة يقول أن تشريع هذا القانون يضعف قدرة العراق على تنوع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية، ممكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا، لكن بعد هذا التقرير. أرحب بكم أحبتي المشاهدين من جديد، وأرحب بضيوفي الكرام اللي انضموا معي بهذه التغطية. نرحب بدكتور علي الدفاع المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وأكيد أرحب بضيفي دكتور ماجد مجباس أستاذ القانون في الجامعة العراقية، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. إذا نبتدي من نقطة جدا مهمة واللي اطرقت لها بمقدمتي عن موضوع القانون واعتراض أن السفارة الأمريكية اعترضت على هذا الجزئية وأنه هذا راح يعرقل الاستثمارات ويأثر على الاقتصاد، شنو تعليقك على هذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم، شكرا على الاستضافة، تحية للضيف العزيز ولجميع مشاهدي قناة الأيام. في الحقيقة تعلمون ويعلم الجميع أن البرلمانات في الأنظمة السياسية في الدول هي تمثل إرادة الشعوب. نعم. والدول تخوض حملة من الانتخابات، تصرف أموال، تحشد جماهير، تنظم وضع عام للوصول إلى مؤسسة تشريعية تمثل إرادة الشعاب حتى تقوم بدورها التشريعي. نعم. هذا المعمول فيه في أمريكا والعالم المتقدم وكل الدول التي تنتهج الديمقراطية وتعتمد الانتخابات. والعراق عنده انتخابات ولديه برلمان يمثل إرادة الشعب العراقي، وتشريع القوانين مهمة البرلمان تحديدا. نعم. فأن يكون هناك موقف لدولة أجنبية في تشريع محلي وطني عراقي، هذه مسألة حقيقة خطيرة جدا. نحن تعودنا على أن أمريكا هي تتدخل في شؤون الدول في العالم، هذه مسألة حقيقة ليست غريبة، ولكن نحن في العراق قطعنا شوط واسع، قدمنا تضحيات من أجل أن نقيم نظام ديمقراطي وانتخابات يصر الشعب العراقي على أن يجريها من أجل أن تكون إرادته ممثلة تحت قبة البرلمان. نعم. لذلك هذه التدخلات حقيقة مرفوضة مدانة ولا نسمح بها أن يكون هناك تدخل في شأن داخلي عراقي، بل وأكثر من ذلك خطورة أن يكون هناك تلويح، وربما أكثر من التلويح، يعني المسألة كل من يقرأ الحدث يعني يشاهد التهديد واضح. أمريكا حقيقة هو نحن نقول أنه مبطن، نريد أن نخفف من حدة هذا الاختلاف. نحن خلينا نثبت نقطتين. نعم. الأولى أنه تدخل في شأن داخلي عراقي، هذه إرادة شعب، هذا برلمان منتخب، فبالنتيجة هو قام بمهمته. الحديث عن وجود انتهاك لحقوق إنسان أو للتعبير عن الرأي، نحن لدينا مؤسسات دستورية. أي تشريع للقانون
ينتهك الدستور العراقي، لدينا محكمة اتحادية وعودتنا على مواقف مهنية وشجاعة وواضحة في أن تعيد الأمور إلى نصابها. أما هذه التدخلات والتلويح أو التصريح بأن هناك تهديد فيما يخص ليس فقط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، التهديد فيما يخص أمن واستقرار العراق. نحن جئنا بأمن واستقرار العراق بدماء وبسنين طويلة وصبر من العراقيين. لا يمكن اليوم أن نسمح بهذا التدخل وهذا التلويح، إن أجزنا وسميناه تلويح، هذا شأن عراقي لا يمكن أن يمر بهذه الطريقة، وليعلم كل مساحته الخاصة وحقوق شعبه. البعض أيضا ربطها بنقطة جدا مهمة، أنه هو راح يأثر أيضا على حرية التعبير، يعني حرية التعبير مرتبطة بهذا النوع بالشذوذ الجنسي والبغاء وغيرها، يعني ممكن أنه هكذا تفسر حرية التعبير؟ طبعا هم من يتابع الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص عندهم مفاهيم معايير خاصة للحرية والتعبير عن الرأي. هذا لا يعني أن هذه الوصفة هي ممتازة ويجب على كل شعوب الأرض أن تحذو حذو الغرب وحذو أمريكا في قضية الحرية وحدودها والتعبير عن الرأي. أرجع وأقول أن هذا التشريع هو تشريع لبرلمان عراقي، إذا ما كان هناك حد أو مضايقة لحريات أو حقوق إنسان، فلدينا مؤسسات دستورية، المحكمة الاتحادية هي حاضرة وتقول أن هذا التشريع قد انتهك مادة من مواد الدستور العراقي، وليست دولة أجنبية تأتي وتقول هذه المسألة. أما قضية الحريات والتعبير عن الرأي، لا، نحن مجتمع عراقي، مجتمع إسلامي، مجتمع متنوع، مجتمع شرقي، بالنتيجة لدينا خصوصيتنا ولدينا ثقافتنا الأصيلة. لا يمكن أن يفرض علينا ثقافة وخصوصية وانفتاح لا ينتمي إلينا. دكتور علي، أنتقل إلى ضيفي دكتور ماجد. دكتور ماجد، اطلعنا على هذه التفاصيل مع دكتور علي، وقانونيا يعني أنه يحق لأمريكا أن تتدخل مثل ما تفضل دكتور علي بالشأن العراقي، وهذا يعني شيء خاص مثل ما ذكرنا أنه برلمان وشأن عراقي داخلي، شنو يترتب على أمريكا قانونيا؟ نعم، ابتداء حياكم الله تحية طيبة لجنابك الكريم ولكادر قناتكم ومشاهديكم الكرام، وبالتأكيد التحية بالمثل للضيف الكريم. ودعينا ابتداء أن يعني نوصف مفاهيم معينة هي متفق عليها في عموم، يعني في عموم المعمورة على مستوى المدارس القانونية. أنه النظام العام والآداب العامة لكل دولة مختلف، هو نسبي بحسب الزمان وبحسب المكان، وهو خصوصية، أي ما يعد مخالف للنظام العام والآداب العامة في العراق قد لا يكون مخالف للنظام العام والآداب العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، والعكس صحيح. من المسائل المجرمة في العراق أو في الدول الإسلامية قد تكون مباحة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المسائل المجرمة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون مباحة في العراق أو في الدول الإسلامية. هذه مفاهيم متفق عليها بموجب جميع الوثائق الدولية، سواء كانت القوانين الدولية أو القوانين الداخلية. بصراحة أنا كمتتبع ومهتم بهذا الشأن، في تأصيل تاريخي سابق لهذا التشريع. التشريع هو عادة، التشريع لا يأتي من بنات أفكار المشرع، هو يأتي عن حاجة حقيقية، وإذا كانت سلطة تشريعية في بلد معين محترمة لنفسها، تخليها لبين قوسين، يجب أن تكون مواكبة للأحداث أول فأول، أي كل ما يستجد من أحداث ويحتاج إلى تشريع تنبري السلطة التشريعية وتشرع تشريع خاص به. ولذلك يقولون الأسباب الموجبة. نعم، قد يتصور البعض أنه هذه الأفعال هي كانت، لأنه ورد في القانون يمنع كذا ويمنع كذا ويمنع كذا، قد يتصور البعض أنه هذه الأفعال بموجب القانون العراقي كان فيها شيء من الإباحة. الحقيقة لا، مطلقا وردت نصوص متناثرة سواء في الدستور، في القانون المدني، في القوانين الجزائية، تمنع تماما لأنها أفعال مخالفة للنظام العام والآداب العامة. قبل ذلك العراق حتى في زمن سابق، حتى الاتفاقيات التي انضم إليها العراق وممكن أن تكون باب أو مدخل
لهذه المفاهيم أو هذه الجرائم تحفظ عليها العراق. نعم. انضم مع تحفظ على بعض النصوص من ذلك نصوص وردت في اتفاقية سيداو للمساواة لحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. التنصيل التاريخي لهذا الموضوع، منين وردت هاي المصطلحات بشكل ناعم في المجتمع العراقي وأتت مستوردة مع الولايات؟ أكيد بطيات حديثنا راح أذكر لك مسائل خطيرة جدا، مو فقط من الولايات المتحدة الأمريكية وإنما من المنظمات الدولية التي تمثل عموم شعوب الأرض، والتي الدول الإسلامية والدول الشرقية أعضاء فيها وهي تتبنى هذا الخطاب. نعم. راح بمستقبل الحديث أوضح لك هذا. نعم. هذا الموضوع طبعا دخلت لنا مفردات الجندر والنوع الاجتماعي، ووردت حتى في مؤسسات مؤسسات الدولة، وصار لها تطبيق، وصار لها يعني خلي اقول لك اياها بطريقه ناعمه تسربت يعني للتطبيق الرسمي. حديثا يعني انبرت هيئه الاعلام والاتصالات واصدرت قرار مهم جدا، وانا افتخر اني كنت جزء من هذا القرار لاني كنت في استضافه في مجلس المفوضين الموقر، وادليت بدلوي من الناحيه القانونيه بهذا الموضوع، وقلت انه هذه المفاهيم مخالفه للنظام العام والاداب العامه في العراق، لانه لها مدلولات اصطلاحيه تخالف نظامنا العام وادابنا العامه، لذلك هي مرفوضه بموجب القانون العراقي. بعد وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ايضا اصدرت قرار، ومؤخرا الحكومه اصدرت قرار. طبعا جميع القرارات التي صدرت حتى وصل لهذا للتشريع، جميع القرارات التي صدرت لاقت اعتراض واعتراض شديد من قبل منظمات دوليه ومن قبل سفارات، خاصه سفاره الولايات المتحده الامريكيه. ناتي الان للتشريع، وهو انا لا اغالي قلتها واقولها، لا أغالي إذا قلت إنه هذا التشريع يعد من أهم التشريعات التي شرعتها السلطة التشريعية العراقية من تغيير النظام ولغاية الآن، واحد من أهم التشريعات. نعم في الصياغة في أمور إحنا من ننظر لها في فقه القانون تحتاج إلى تنضيج، ولكن خطوة تشريعية متقدمة متفقين. طيب وين الخطر بالتدخلات الدولية، تدخلات السفارات أو المنظمات الدولية؟ خلي أقسمها قسمين، قسم للسفارات وقسم للمنظمات الدولية. نعم. طبعا بالنسبة للسفارات مثل ما ذكرت حضرتك وأنا ضم صوت لصوتك وتحدثت وكأنه في تخاطر في الأفكار. نعم. تحدثت من الناحية القانونية أنه الخطورة وغاية الخطورة في تصريح السفيرة الأمريكية هو الشق الثاني من التصريح. طبعا مثل ما ذكر دكتور انه اصلا من السذاجة بمكان انه نستمع لدولة تتدخل بتشريع دولة اخرى. نعم. هذا ما الى اي قيمة قانونية. وممكن اذا كانت هناك سلطة جادة ان تقاضي هذه السفيرة وتقاضي المنظمة التي تدخلت في شأن تشريعي داخلي. لا يجوز للولايات المتحدة الامريكية ان تتدخل في شأن تشريعي عراقي، ولا يجوز للعراق او غير العراق ان يتدخل ب دولة أخرى، هذا متفق عليه بموجب قواعد القانون الدولي العام. بالشق الثاني طبعا الشق الأول خليها لي بين قوسين مع احترام عذرا للمفردة، عبارة عن خريط يعني اللي ذكرته السفيرة. يعني هو تقول يؤثر على حقوق الإنسان ومخالف للحقوق المحمية دستوريا. عيني محمية دستوريا بموجب الدستور الأمريكي، ما محمية دستوريا بموجب الدستور العراقي، ولا محمية دستوريا بموجب القانون العراقي. هذه اللي تسميها انت حقوق ويسميها الاتحاد الأوروبي حقوق ويحميها الدستور الأمريكي ويتفاخر، بل قد تكون نوع من دعاية بعض الرؤساء بما فيهم الرئيس الأخير انه يتفاخر الشعب الأمريكي او الولايات المتحدة الأمريكية هي مجتمع الميم او مجتمع الفخر، يتفاخرون بهذا وهي محمية بموجب قوانينكم، لكن بموجب الدستور العراقي هي ممنوعة ومخالفة للنظام العام والآداب العامة ومخالفة للدين الإسلامي باعتباره منصوص عليه في الدستور العراقي الدين الرسمي للدولة. لذلك من غير الوارد قانونا أن تتكلمي عن حقوق محمية دستوريا، يعني أنت تنطقين بمكان دستورنا ما حامي هذه الحقوق. زين. هذه الحقوق حاميها. نعم. الدستور العفو الدستور الأمريكي والقانون الأمريكي. نعم دكتور. نعم.
زين احنا هنا ننتقل الى دكتور علي. دكتور علي، يعني هنا نلاحظ اكو تأييد شعبي بما يخص القرار والقانون، وتعرف احنا مجتمع يعني اسلامي، عندنا عادات تقاليد رؤى معينة. هذا الموضوع احنا شفنا ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما تفضل دكتور ماجد، ايضا كانت هناك يعني كلام والفاظ ألقيت بحق السفيرة، لكن هذا شنو راح يغير من الموضوع برأيك انت سياسيا، ومثل ما نقول انه ربطت الامور باستثمار وغيرها من هذه التفاصيل، راح يأثر علينا؟ يعني ممكن انه هذا باعتبار انه رئيس الوزراء انتقل الى واشنطن وكانت هناك بعض اتفاقيات وغيرها، هذا راح يأثر فعلا؟ نعم، هو هذا الحديث خلي اقوله في شقين. اولا ان يكون هذا التدخل الموجود مثل ما تفضل الدكتور اكو جنبه قانونيا، ويفترض بالحكومه العراقيه ان تاخذ دورها في هذا الجانب، في انه دوله اجنبيه تتدخل في شان عراقي وشان قانوني، شان تشريعي، شان يخص ثقافه وعادات وقيم المجتمع العراقي. هذه مساله. حراك شعبي، تصريحات شعبيه، نخب إعلامية، جامعية، دينية، بكل متنوعات المجتمع العراقي، كلها مطلوبة. ليش مطلوبة؟ لأنه مثل هكذا تدخل يجب أن يجد هناك موقف عراقي، موقف شعبي، موقف إعلامي، موقف رسمي بكل مستوياته. يجب أن يكون الموقف حاضر حتى تسمع السفيرة الأمريكية ومن خلفها حكومة البيت الأبيض أن الشعب العراقي لا يقبل، وأن الحكومة العراقية لديها موقف وخطوة بهذا الاتجاه. هذا جانب. في جانب آخر، نعم، ولنتحدث بصراحة، اليوم عندما تلوح تصرح الحكومة الأمريكية من خلال المتحدث باسم الخارجية، من خلال السفيرة في بغداد، أن هذا القانون الذي يكافح البغاء والشذوذ الجنسي، الذي يحميه دستور أمريكي، الذي مرفوض عراقيين، هذا سيعرض اقتصاد العراق للضرر، بل ربما أمن واستقرار العراق للضرر. يعني ممكن يلغي اتفاقيات ممكن يعني تم الاتفاق عليها بين واشنطن والعراق، ممكن يلغيها، ممكن يأثر. هنا يأتي دور الحكومة العراقية. نحن حقيقة نتوسم خيرا بالسيد السوداني. رأيناه في البيت الأبيض، مثل رجل دولة حقيقي، عبر عن موقف العراق في قضية انتقال العراق إلى مرحلة جديدة في العلاقات مع أمريكا. قال بلغة واضحة وشجاعة أن الظروف التي جاءت بالتحالف الدولي قد انتهت، ويجب أن ننتقل إلى علاقات ثنائية. هذا موقف شجاع. أكيد. الموقف من غزة بين موقف عراقي يعني لا ينسجم مع الموقف الأمريكي، وبين موقف عراقي شجاع وواضح. من هنا نتوسم خيرا أن للحكومة برئاسة السيد السوداني ومن خلفه قيادات الإطار التنسيقي أن تقول كلمتها وتتخذ موقف في أنه لا نسمح، وإلا كل الاتفاقيات التي أبرمت في البيت الأبيض ستكون مهب الريح، ولن تكون أكثر من حبر على ورق، وأمريكا ستكون متضررة بهذا المسألة. في الحقيقة مسألة أخرى، أمريكا التي اليوم تنادي وتدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي، والكل يشاهد اليوم التظاهرات الطلابية السلمية في الجامعات الأمريكية، التي كل مطلبها إيقاف الحرب الظالمة في غزة التي تقتل الأطفال. أمريكا تدعي أنه هذا انتهاك حقوق الإنسان وغيرها، لكن حقوق الإنسان وينهم عن غزة؟ وهناك أرواح يعني كثيرة وراحت، وصارها يعني هواي غزة تعاني، لكن ما شفنا أنه تدخلات هناك من حقوق الإنسان أو كانت حقيقية على أرض الواقع. من الأمور المهمة في عصرنا الحاضر أن أسطورة أمريكا بدأت بالنزول والانحدار ثم الانهيار القريب إن شاء الله. إن شاء الله. هذه أمريكا اليوم القوة التي لا تقهر. لاحظوا الحرب في غزة كيف كشفت وفضحت نفاق الغرب ونفاق أمريكا في قضايا كثيرة. أمريكا اليوم ومنذ سنين وعقود ترفع شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان، بل التدخل في شؤون الدول الداخلية وإرادات الشعوب، وتزيل أنظمة وإلى ما ذلك تحت حجة ويافطة حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي. ما حصل في غزة فضح أمريكا، كشف الوجه القبيح لهذا النظام الغربي بشكل عام. وهذه المسألة أيضا تضاف إلى مسألة غزة، شأن عراقي داخلي، شأن قانوني عبر عنه البرلمان العراقي، وإذا به تدخل سافر في شأن عراقي. هذا كله يكشف على أن أمريكا لا تراعي لا حقوق إنسان ولا حرية التعبير عن الرأي، وإنما تكيل بمكيالين: حرية التعبير التي هي تدافع عنها،
لم تحفظها في أمريكا نفسها، فتطالبنا نحن بأن نحفظ حرية التعبير. ونحن لدينا مؤسسات دستورية ولدينا فضاء إعلامي وحرية تعبير واسعة. حقيقة من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الآخرين بالحجارة. بالحجارة، نعم. أنتقل إلى دكتور ماجد. دكتور ماجد، خلينا نتحدث عن تفاصيل القانون أكثر، يعني برأيك يعني القانون، وهناك عقوبة بالسجن تتراوح من 10 إلى 15، وهناك غرامة مالية، وعلى نقاط وفقرات معينة ذكرت بها التقرير. تلاحظ أنه حجم العقوبات تتناسب مع هذه الفاحشة وأمورها. نعم، أحسنتم أحسنتم. قبل ذلك يعني ما أسعفني الوقت أن أكمل الشق الثاني الخطير من تصريح السفيرة الأمريكية، وهو الشق المتعلق بالشأن الاقتصادي. خصتي حضرتك نعم. والضيف الكريم بهذا الموضوع. أنا بصراحة من الناس الذين أدعي أنه من أكثر المختصين الذين بحثوا في اتفاقية إطار التعاون المشترك، أو نعم. اتفاقية الإطار استراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية. واللي استوقفني أنه هي استخدمت مفردة، طبعا عندي النصين، النص العربي والنص الإنجليزي، هي استخدمت مفردة كثيرا ما استخدمت في الاتفاقية الدولية، وهي مفردة اندماج العراق في الاقتصاد العالمي. ذكرتها السفيرة، وهي موجودة من ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد العراق في الاندماج في الاقتصاد العالمي. هنا السفيرة الأمريكية تذكرنا أو تهددنا تقول يابا تشريع مثل هكذا قانون هو يؤثر على اندماجكم في الاقتصاد العالمي، يعني ممكن أن تلوح بهذه الحجة للتنصل عن الالتزام الدولي الملقى على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الاتفاقية الدولية. نعم. بعد المسألة الأكثر خطورة، أنه المنظمات الدولية التي يفترض أن تمثل جميع شعوب الأرض، خاصة أتكلم مثلا عن الأمم المتحدة، أتكلم عن منظمة العفو الدولية، هذه منظمات نحن أعضاء فيها، وبدأت تتأثر كثيرا في القيم الأوروبية والقيم الأمريكية على حساب حماية قيم المجتمعات الشرقية والمجتمعات الإسلامية. يعني أنت منظمة دولية وأنا عضو في هذه المنظمة، كيف تتبنى قيم متبنات في مجتمع ومشرع لها قانون وتحاول أن تفرضها على مجتمع آخر؟ هذا لا يجوز بموجب أحكام القانون الدولي العام، لا يجوز. بعد ذكرت حضرتك أنه الخوض في تفاصيل القانون والعقوبات الواردة في هذا القانون. طبعا القانون هو ابتدأ بتعريفات، لأنه هذه الجرائم ما كانت ظاهرة على الأرض بهذه الطريقة حتى يشرحها قانون العقوبات أو قانون آخر. لذلك حسنا فعل مشرع هذا التعديل، تعديل القانون رقم 8 لسنة 1988 اللي هو قانون مكافحة البغاء، أصبح مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، ووردت تعريفات. وحسنا فعل المشرع لكل هذه الجرائم المثلية، الشذوذ الجنسي، التخنث عفوا، جميع هذه المسائل وردت لها تعريفات. كذلك المشرع تغلظ بمسألة، هو عرف الجرائم وأفرد لها عقوبات، وهذه نسميها احنا فكرة التجريم والعقاب، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لازم مشرع لي تجريم ومشرع لي عقوبة. يعني مجرد تشريع التجريم وتشريع العقوبة بعد ما يحتاج تذكر لي يمنع كذا ويمنع كذا ويمنع كذا، ولكن المخاوف التي بداخل المشرع العراقي جعلته يتشدد بذكر المفردات. نعم. مرة يعرفها، ومرة يورد يمنع يمنع يمنع، ومرة يفرض لها عقوبات متعددة. طيب العقوبات هي متلائمة، يعني العقوبات يعني من 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 وجهة نظري العقوبات بالنسبة لهذه الجرائم طبعا عقوبات متلائمة، واللجان المختصة أدخلت هذا الموضوع بمجموعة من الفلاتر. تدري هو تشريع القانون وتعديل القانون مو جديد، هو قديما اشتغلوا عليه من بداية الدورة البرلمانية الحالية، ودخل بحوارات كثيرة ونقاشات كثيرة، بل بعض النواب ذكر أنه حتى مسألة تأخير التشريع هي بسبب زيارة السيد السوداني حتى لا يخدش المزاج الأمريكي، لأنه المزاج الأمريكي يدافع عن هذه الحقوق التي يعتبرها حقوق محمية. نعم، أرى أن العقوبات الواردة بهذا القانون عقوبات متلائمة مع هذه الأفعال، ومن شأنها أن تردع هذه الأفعال فيما لو
طبق القانون تطبيقا صحيحا. تطبيقا صحيح، حرجع على هاي النقطة، لكن أنتقل لدكتور علي. الدكتور علي، أكو نقطة طرقها الدكتور ماجد، أنه هذا القانون أو التصويت عليه ممكن يتأثر فعلا بزيارة السودان لواشنطن، يعني تأجل. البعض يقول أنه كان المفروض أنه قبل ما يذهب إلى أمريكا، لكن هل فعلا هذا الكلام؟ ذكر أحد النواب يعني أولا هو مسألة يعني هو الربط الأمريكي أيضا وجهة نظره. خلي نوضح مسألة للمشاهد الكريم. نعم، مسألة الضغط الأمريكي مسألة ترى موجودة وواقعية وقديمة. يعني قضية كل ما يتعلق بحفاظنا على الأسرة ضمن قيمنا وعاداتنا، روحي إلى مادة 57 المتعلقة بحضانة الأطفال على سبيل المثال، روحي إلى قوانين أريدت أن تشرع في مسألة تجريم المثلية وغيرها والتطبيع من قبل ذلك. نعم، كل هذه الأمور كان هناك ضغط أمريكي واتصالات من سفارات من أجل أن لا يكون هناك تشريع لهذا القانون الذي لا يتوافق مع سياسات ومعايير وما يرتبط بالغرب، ويهددون ضمنيا بتلميح أنه هذا قد يعرض العراق قد يعرض العراق إلى تراجع في الوضع الاقتصادي، إلى اضطرابات في الوضع الاجتماعي. يلمحون بهذه القضايا وهي رسائل واضحة. نعم، عندما كان السيد السوداني في واشنطن، في يوم وصوله كان هناك مدرج على جدول الأعمال هذا القانون هذا التعديل. نعم، وحصلت اتصالات من السفارة أن هذه ستعيق أو يعني ستضعف من مكانة والزيارة وأداء دورها، وفعلا يعني سحبت الفقرة من برنامج من جدول أعمال البرلمان في حينها من أجل أنه نساعد وندعم إنجاح السيد السوداني في زيارته، وهي زيارة مهمة لا شك. أكيد، ولكن التدخل الغربي، التدخل الأمريكي بالتحديد موجود، وللأسف نحن تجاربنا مع أمريكا على وجه التحديد ونقولها بصراحة، ما هي أمريكا منذ 2003 منذ 2003 إلى اليوم تجاربنا مريرة، ونقولها أيضا بصراحة، نحن لا نثق بالتعامل مع أمريكا في قضايا تمس قيمنا وثقافتنا. لا نقبل بتصدير ثقافة وقيم الغرب إلينا. نحن نريد علاقات متكافئة تقوم على احترام السيادة والمصالح المتبادلة، ولكن لكل مجتمع خصوصيته، هويته، ثقافته. الغريب في هذا التدخل أيضا إلى جنب قضية الاقتصاد والأمن والاستقرار، هي وجهت في الحقيقة اتهام إلى منظمات المجتمع المدني كلها العاملة في العراق. يعني قالت أن هذا التشريع يعيق الذي هو يكافح البغاء والشذوذ الجنسي، لاحظي، سيعيق عمل منظمات المجتمع المدني في كل العراق. هذا اتهام خطير، اتهام أكيد واضح. ومنظمات المجتمع المدني حقيقة مدعوة أن تدافع عن نفسها. يعني نحن حقيقة كنا نؤشر أن بعض منظمات المجتمع المدني لديها أنشطة مريبة، أنشطة يعني لا تنسجم مع هوية المجتمع العراقي، أصالته، ثقافته، ولكن هناك منظمات مجتمع مدني تقوم بعمل إنساني، تنمية بشرية، تطوير ذات، تطوير مهارات إلى ما ذلك. هي اليوم السفيرة الأمريكية جعلت المنظمات المجتمع المدني كلها متهمة في أنها ماذا؟ في أنها تدافع أو تروج أو تدعم أو تتبنى البغاء والشذوذ الجنسي، وهذه مسألة خطيرة. على المنظمات المجتمع المدني أن تدافع عن نفسها وتجيب السفارة الأمريكية في هالمسألة. مسألة مهمة يجب أن ينتبه إليها، أن هذا التدخل وهذا التلويح هو وجه من وجوه الاستعمار. إحنا مو نقول بالسياسة، بالتاريخ، بالقانون الاستعمار انتهى، لكن هذا التدخل والضغط، وأنه ألوح وأبعث لك برسائل أنه باعتبار العراق اليوم حقيقة، ونقولها أيضا بصراحة، أموالنا موجودة في قبضة اليد الأمريكية، وهذه مسألة هم يعني يلوون ذراع العراق ولا يجعلونه يتخذ قرارات يعني تليق بكل المواقف التي يعني يمر بها بسبب أن أموالنا في يده. لذلك هذه حقيقة يجب أن نتحول إلى تحويل مثل هكذا تحديات إلى فرص. السيادة العراقية على المال العراقي أولوية على حكومة السيد السوداني، وهي إن شاء الله يعني حريصة على هذه المسألة، ولكن على القوى السياسية أيضا في البرلمان، القوى الشعبية، الرأي العام، الإعلام، كله يجب أن يستنفر قواه
ويحول هذا التحدي إلى فرصة. نعم. ونذهب إلى تأميم سيادتنا المالية إن شاء الله. أنتقل الدكتور ماجد. دكتور ماجد، أثناء حديثك طرقت لنقطة جدا مهمة، أنه هل من الممكن أن سيطبق هذا القانون فعلا على أرض الواقع، أو ممكن يكون قانون على الورق فقط؟ لا، هو في الحقيقة هو القانون قانون جزائي، يعني هو منبثق من تحت عباءة قانون العقوبات العراقي. هو قانون جزائي، ولكن قانون جزائي متخصص بنوع معين من الجرائم. لكن هذا يعني النوع من الجرائم، اسمح لي دكتور، العفو، المخافة من سوء استعمال هذا القانون، انه يتصور الكافة. يعني انا، هو من اللي يطبق القانون؟ المؤسسات القضائية تطبق القانون، والجهات التنفيذية تنفذ تنفذ القانون. لا خوف فيما لو وصلت الدعاوى إلى القضاء. القضاء يحقق بطريقة عادلة، من تثبت عليه الإدانة يدان، ومن لا تثبت عليه الإدانة لا يدان. لكن الخوف أنه في مسألة يتصور الكافة أنه مجرد يعني مجرد التلويح أو استخدام نصوص هذا القانون كحجة، مثل ما استخدمت حجة غسل العار مثلا في زمن مجلس قيادة الثورة المنحال، كان يخفف عذر مخفف مسألة القتل بداعي الشرف، وكثرة الجرائم الكثير منهم يتصور أنه مجرد الشبهة، مجرد ورود التهمة يبيح له أن يفعل أو يجازي هذا الشخص الذي، لكن لو رجعت إلى الجوانب الشرعية والجوانب القانونية، تتشدد الشريعة بإثبات مثل هكذا جرائم، ويتشدد القانون بإثبات هكذا جرائم. يعني فيما لو أثبتت الجرائم أمام القضاء، أكيد القضاء سيطبق القانون تطبيقا. كيف راح يتم إثبات هذه النقطة؟ إحنا نقول البعض يقول أن هناك صعوبة بالإثبات، وتعرف الآن يعني محاكم موجودة وقضايا والطلاق وغيرها، عند ما تجي بدليل يقول لك هذا فبركة أو هذا ما مأخذ به، شلون راح يتم إثبات هذه الآلية؟ لا، بالحقيقة هنا أختلف مع حضرتك. نعم. الكثير من المسائل المعالجة بموجب هذا القانون هي عبارة عن ممارسات نكاد نكون نشاهدها يوميا في وسائل التواصل. نعم. للأسف الشديد. منو منا اللي ما مشاهد مسألة العفو عذرا، مسألة التخنث لدى الكثيرين؟ منو ما يسمع تقارير خطيرة عن مسألة تبادل الزوجات؟ يعني واصلة مستويات عالية للأسف، في تقارير خطيرة لكن أرقام لم تعلن. كذلك منو ما يسمع بمسألة العلاقات المثلية، سواء كانت العلاقات بين الذكور أو العلاقات بين الأناث؟ في تقارير عن هذا الموضوع، لكن مسألة الإثبات، من يدعي ذلك يجب أن يثبته أمام القضاء. بالتأكيد القضاء يوفر حماية كاملة للمتهم. يعني مو مجرد أنت تتهم هذا الشخص بالعفو بعرضه أو تتهمه بشرفه، ممكن أن القضاء يتخذ الإجراءات القانونية بحقه أو السلطات التنفيذية. لا، له من الضمانات الكافية شرط أن يثبت هذا الفعل. كذلك دعيني أتكامل مع زميلي الكريم بمسألة الواجب الملقى على عاتق السلطات العراقية بالدفاع عن هذا التشريع. احنا بصراحة من ظهرة من تشرع القانون ولغاية الآن، وظهرة التصريحات الدولية سواء كانت من المنظمات الدولية او من السفارات، الكافة انبروا للرد إعلاميا. وبصراحة يعني دائما للأسف الشديد يتعامل الجانب العراقي بثقافة ردات الفعل. يعني أنا هو تصريح أرد عليه بشنو؟ أرد عليه بتصريح. هذا سفير، وسفير لدولة، وجميع سكنات وحركات السفراء داخل الدول محكومة بقانون، في بروتوكولات، في أعراف دولية، في قوانين دولية تحكم عمل السفراء. السفير عندما يخالف هذه الأعراف وهذه البروتوكولات وهذه القواعد الدولية، على الدولة إذا كانت الدولة جادة بوضع ليميت أو محددات لهذا السفير أن تخطر هذا السفير. نعم. يعني على الأقل يعني تدزله فد طلب، فد رسالة، فد اختار، يا نحن نجد كحكومة عراقية أو نجد الآن مجلس النواب العراقي، مدعو مجلس النواب العراقي إلى دعوة الحكومة العراقية، دعوة وزارة الخارجية العراقية الموقرة إلى استفسار
أو سؤال يوجه إلى السفيرة. إحنا شنو نستفيد إذا كلنا طلعنا هسا أنا وزميلي محللين وحضرتك إعلامية نطلع ندلب دلونا لأنه ما عدنا الصفة اللي تمكننا أن نخاطب السفيرة أو نخاطب الحكومة الأمريكية. ولكن هذه الجهات أنت تتكلم عن مجلس نواب وتتكلم عن أشخاص لهم مراكز متقدمة في الحكومة العراقية. نعم. أنت يجب أن تتجاوز مسألة التصريح وتصل إلى مسألة طرق الأبواب القانونية. وأنا مستغرب من مسألة يعني مسألة التفاوض الدولي العراقي أو مسألة استخدام الطرق القانونية الدولية. لازلنا بصراحة حكومة السيد السوداني قد تكون أكثر حكومة عراقية نجحت بهذا الملف بملف العلاقات الخارجية العراقية. ولكن نحن نشد على أيدي حكومة السيد السوداني، وأنا أعرف هذا الرجل شخصيا ومهنيا، رجل نعم. شجاع وقادر أن يتخذ من الخطوات القانونية المهمة اللي غيره ما اتخذها. ندعو هذه الحكومة الموقرة نعم. ولو سؤال للسفيرة الأمريكية، ولو سؤال، ولو اختار، ولو استفسار بطريقة رسمية. يابا هذا شأن داخلي وهذا تشريع داخلي، والقوانين الدولية تمنع على الدول أن تتدخل بتشريعات دول أخرى. جاوبينا، اعلمينا عن ما ورد بمضمون رسالتك. ذكر بنقطة أنه أمريكا شلون تلوي ذراعنا بهذه الآلية، يعني هذا ممكن إلى تأثير أنه عدم الرد، أو مثل ما ذكرت إحنا يعني تغريدة بتغريدة أو تصريح بتصريح وغيرها من التفاصيل. لا، هو لو سمحتي، هو في فرق. هو ذكر الدكتور ذكر، هو عبر عن واقع وأنا نعم. أتكلم عن قانون نعم. وهنا يجب أن نفصل الواقع عن القانون. هي بالواقع الولايات المتحدة الأمريكية تلوي ذراع الشعوب، وأنا من أكثر الناس الذين دعوا إلى السيادة على الاقتصاد العراقي، وقلت الاحتلال الاقتصادي قد يكون أخطر بكثير من الاحتلال الاحتلال العسكري. ممكن نعم. أن يكون ملف، والآن أول يعني أول شغلة ما تعجب المزاج الأمريكي يلوحون بماذا؟ يلوحون بالملف الاقتصادي أو بالجانب الاقتصادي. واقعا نعم تمارس ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الناحية القانونية وما ندعو إليه من طرق الباب القانوني على المستوى الدولي، هذه مسألة قانون مو مسألة واقع. والله أنا أفضل أنه جميع مخاطباتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية أصلا هذه العشوائية بالردود هي غير محبذة. يعني نعم هو فد مسألة مرفوضة تدخل السفيرة، ولكن الأشخاص الذين يحملون صفات رسمية والردود العشوائية وغير المنظمة يفضل أن توحد برد منظم نعم. وعبر الوسائل القانونية. طيب. ويصل بطريقة قانونية للسفارة الأمريكية. طيب دكتور علي، نريد نوضح نقطة جدا مهمة، أنه توقيت هذا القانون وتصويت عليه برأيك هذا الوقت مناسب؟ كان من المفترض أن يكون يعني قبل فترة معينة، أو هسه الوقت جدا مناسب للتصويت على هذا القانون أو تطبيقه على أرض الواقع؟ تشريع القانون كما ذكر جناب الدكتور هو لا يأتي عن فكرة، وإنما يأتي عن حاجة على الأرض، ولذلك في نهاية كل قانون يذكرون فقرة الأسباب الموجبة. موجبة نعم. نعم، أسباب موجبة لمثل هكذا قانون هي ليست وليدة الساعة. نحن نرصد وغيرنا يرصد، إعلام، منظمات رصينة، مرجعيات، مبلغين، جامعات، نخب، الكل يرصد أن هناك غزوا ثقافيا يدب في المجتمع العراقي. وإلا نحن في المجتمع العراقي كانت من مقدساتنا الأسرة، وكيف نحافظ على الأسرة وقيمها وهويتنا. هويتنا سواء كانت إسلامية، عربية، شرقية، الكل، العوائل المسيحية لديها قيم محترمة في ما يتعلق بالأسرة والهوية والأعراف والآداب، وكذلك بقية الديانات والمكونات العراقية الأصيلة. الكل يعتز بهذه المسألة. لذلك في الحقيقة أن يكون هناك تصدير وفرض وترويج من منظمات من غيرها من سفارات إلى ثقافات تختلف ولا تنسجم مع ثقافة المجتمع العراقي، هنا يأتي دور المشرع العراقي في أن يشرع قانون لكي يحصن المجتمع ثقافته، هويته، يحمي خصوصيته، وحتى يبقى نظام أمم تنهار إذا ما انهارت منظومتها القيمية وثقافتها. فكيف بدولة ونظام سياسي وكذا سينخرنا الانهيار إذا لم نحصن خصوصيتنا وثقافتنا؟ ولكن
أنا من هنا القانون. أنا من هنا القانون مهم وما هو أهم ويكمل أهمية القانون تطبيق القانون والتثقيف ورفع مستوى وعي الشارع من خلال النخب الكريمة، من خلال الإعلام المحترم. أن شارعنا العراقي يجب أن يعي خطورة ماذا يعني غزو ثقافي، ماذا يعني استعمار من طريق آخر عبر منظمات مجتمع مدني أو عبر انفتاح بحجة حرية التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان. حقيقة أشار الدكتور إلى قضية يجب أن يكون هناك كموقف. أنا من قناتكم الكريمة حقيقة أقدم شكر إلى سفيرنا في لندن السيد جعفر الصدر، لقد تبنى موقف نفتخر به في أنه وهو يمثل العراق في لندن رد على الموقف البريطاني الذي تجاوز في قضية التدخل في الشأن العراقي، ونتمنى أن لا تكون الحكومة العراقية قد اكتفت بهذا الرد الذي نفتخر به، بل أن تحرج وتذهب إلى ما هو أكثر من ذلك في قنوات قانونية، قنوات دبلوماسية، الخيار واسع ومفتوح. وكذلك البرلمان العراقي مشكور الجهد. أنا أضيف لجناب الدكتور أن بعض النواب قدموا طلبا إلى الحكومة العراقية يقولون أن هذه السفيرة الأمريكية غير مرغوب فيها وغير مرحب بها، وهذا موقف ممتاز يجب أن يعني يتوسع في البرلمان العراقي ويكون كلنا نعبر عن هوية الشعب العراقي. القضية في هذا القانون دكتورنا العزيز أختنا الكريمة مشاهدنا الكريم، ما يتعلق بهذا القانون، قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، ليس موقفه سياسي، لا ينتمي إلى إطار تنسيقي أو حكومة إطار أو كذا أو فئة معينة أو قومية معينة، وإنما هو هوية عراقية أصيلة يجب أن نتشارك جميعنا في حمايتها والحفاظ عليها. نعم دكتور عندك نقطة تريد نعم أنا أردت أتكامل مع الدكتور أنه مشكورة جهود السادة النواب، ولكن غاية ما يصل له بالتعامل الدبلوماسي على مستوى السفراء أن تصل للطرد، طرد السفير. مسألة طرد السفير من المسائل الخطرة وهي تقريبا آخر الكيل يعني. لكن هسه اللي محتاجين إحنا ونطالب ولو سؤال ولو استفسار عبر السبل القانونية أو استدعاء للاستفهام للاستفهام من السفيرة عن هذا عن هذا الموقف. كذلك يسعدني على الأقل يؤكد موقف العراق يؤكد موقف العراق الرسمي إضافة إلى الموقف الاجتماعي والموقف النخبوي والإعلامي، هناك موقف رسمي. كذلك فاتني أيضا والتفاتة طيبة من جناب الدكتور أنه رد سفيرنا في بريطانيا السيد جعفر الصدر رد يمثلنا جميعا ونحن نفتخر به، الشكر موصول لسعادة السفير. ونتمنى أن سفيرنا بالولايات المتحدة الأمريكية أي نعم يعني الخير الله السيد الخير الله ندعوه من هنا أن يحذو حذو السفير في لندن ويتخذ موقفا عراقيا أصيلا ينسجم مع ثقافتنا وهويتنا. سؤال أخير مهم يجب كل عراقي أن يسأله، العراق قادر على أن يقف بوجه أمريكا ويقول ثقافتنا وهويتنا خط أحمر؟ إن شاء الله قادر. نعم العراق قادر ولديه أوراق ضغط عديدة، أولها يستند إلى الشعب العراقي، إلى المرجعيات الدينية، إلى ثقافتنا وتاريخنا ومنظومة القوانين الدولية. العراق قادر أن يقف ويقول ثقافتنا العراقية الأصيلة خط أحمر. إن شاء الله. إحنا مثل ما ذكرنا إحنا مجتمع إسلامي، إن عاداتنا تقاليدنا أخلاقنا بنيتنا المجتمعية ما تسمح مثل هكذا أمور تدار في العراق. طبعا انتهى التخطيط وأكيد أرحب بكم وأشكركم على هذه الحوار اللي دار بيناتنا. شكرا دكتور علي دفاع المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وأكيد أشكر دكتور ماجد مجباس أستاذ القانون في الجامعة العراقية، شكرا على هذه التوضيحات. إذن أحبتي المشاهدين انتهت تغطيتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.